السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي، من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، موضوع هذا اللي ما طرقش ليه الصحافه وما حبش تكلمنا عليه الصحافه وتهضرنا عليه، وموضوع مهم يتعلق بخلاف جمال بلماضي مع الاتحاديه الجزائريه والحاح جمال بلماضي على الاتحادية الجزائرية. اتحادية كما نقول اتحادية جزائرية، يعني ذكروا باللي هي اتحادية بارادو. خلافه وإرغام جمال بالماضي اتحادية بارادو على تغيير السياسة نتاعها، بالفعل إرغامها على تغيير سياستها بجلب لاعبين المغتربين أو البيناسيونو كما يسموهم. جمال بالماضي احنا نعرفه أنه لاعب أيضا بيناسيونو ولاعب مغترب. جمال بلماضي في الاتحادية الجزائرية، نعرفه في الاتحادية بارادو عفوا، هو الشجرة التي تغطي فساد الاتحادية وتسير الهاوي للاتحادية. جمال بلماضي أنقذ رأس زطشي من المحاسبة وأنقذه أيضا من أمور أخرى. ما نعرفه أنه جمال بلماضي لما تحصل المنتخب على الوطنية على كأس أفريقيا أنقذ زطشي، هذه حقيقة، لأن زطشي كان راح يتحاسب وكان راح يتحاسب حساب عسير لولا حصولنا على كأس أفريقيا هدات نوعا ما الأمور. لكن هذا لا يمنع أنه زطشي راح يعقب على الحساب، هذا ما يمنعش. إذا لما نشوف هنا اللاعبين اللي استدعاهم اتحادية بارادو، لاعبين البيناسيونو او المغتربين في قائمه المنتخب اقل من 17 سنه. اول مره اتحاديه زطشي تستدعي حوالي 9 لاعبين من اوروبا، بالتحديد من فرنسا، من اولمبيك مارسيليا، ليون، راد ستار، اميان، غانغون، يعني من نوادي فرنسيه. الانسان يتفاجئ يقول لك زطشي، يرجع لعقله زطشي خلاص بعد واه، بعد فوات الاوان. لو جات الاتحادية عندها نوايا طيبة ونية صافية وحابة تخدم البلاد وحابة تخدم الكرة الجزائرية ولا مصر ولا تخدم المنتخبات الوطنية، نفرضو زطشي راهو عنده نية صافية، على ما درش القرار هذا سابقا؟ بعد واه زطشي، بعد ما خلاص المنتخب ما بقالهاش، قالك عاب وتروح خلاص زطشي، طفرت يا طفرت، القطار فات، انت عندك اكسجين هو بالماضي فقط، هذا ما بقالك اكسجين بالماضي. لا قدر الله، لا قدر الله، وهذا ما نتمنوهاش، لو تكون نتائج سلبيه على المنتخب الاول المواطنين الاول خلاص كل شيء يروح، هذا الشيء كل شيء يروح. هذه الاولى، القطار فات. الشيء الثاني الملاحظ ايضا في قائمه هذه تاع الاوديسات، انهم جابوا مكتشفين، اول حاجه جابوا مكتشفين مغتربين باش يجيبوا لنا المواهب هذه الجزائر على ما درتهاش سابقا، هذه واحده. ثانيا القائمة هذه تاع الاوديسات فيها 13 لاعب او اكثر من نادي لاماسيا. واحد يستعجل يقول لي انت تجيب من راسك بارادو، ما عندهاش ياسر، كاين اكاديمية الفاف انت راك تحسب فيها بارادو. نعم، اكاديمية الفاف هي نفسها لاعبين تاعها لما ينتهي العقد نتاعهم وين يسنيو؟ سنيو في لاماسيا. اذا اكاديمية الفاف هي نفسها لاعبين بارادو ولاعبين بارادو، إذا عندنا لاعبين في المنتخب الوطني هم أكاديمية الفاف ونادي بارادو. وراح تصطيف، وراح تجي اسكا، وراح تسياسي، وراح نروح للغرب، وراح تلمسيو، وراح لازمو، وراح شباب الثورة، وراح شباب ورقلة. نادي ورقلة في الفئات الشبانية كسر نادي لاماسيا، حطمها، بصح ما كانش لاعبين، ممنوع ممنوع. المنتخبات الوطنية قلنا لكم يا خوتي، المنتخبات الوطنية ملكية خاصة النادي لاماسيا، نادي بارادو، هذه حقيقة. اللي يحب يهاجم يهاجم، اللي يحب ينتقد ينتقد، هو حر، بصح حقيقة. حو كيفاه نخبوا عليكم الحقيقة؟ جبنا لكم الأدلة، جبنا لكم القوائم المنتخبات الوطنية، جبنا لكم الإي 19، جبنا لكم الإيفا، جبنا لكم الإي 17، الإي 23، واش غنزيدوا نديروا لكم أكثر من هذا؟ حقيقة. دافع على روحك على زطشي، بصح حقيقة ما نقدروش نخبيوها، حقيقة واضحة باللي المنتخبات الوطنية هي ملكية خاصة لنادي بارادو،
حبة من حبة وكارهة من كارهة. أنا لما اليوم تجي وتبين لي زعما قائمة مغتربي وزيد ملونينها باللون الأخضر، شوف نوصلك للذكاء الدهاء. شوفونا أعداء الجزائر، أنتم اللي تنتقدوا فينا صباح ونهار، والبيناسيونو ها درناكم البيناسيونوز. إلا ماناش مغفلين وأغبياء يا أخي، إلا ماناش أغبياء، إلا ماناش أغبياء. معليش بيناسيونو جبتهم، علاه ما جبتهمش قبل هذه الأولى؟ وكي جبتهم ها وعلاش جبتهم في لا ماسيا بارادو؟ لا ماسيا بارادو أثبتت في العديد من المرات الفشل نتاعها. سطيفهم دايرين عندهم لاعبين عندهم نواد، النادي تاع سطيف عنده الاصناف تاعو تاع الاي 19 والايفان مسيطرين في البطولة، علاه تجيب لي لاعب فريد؟ جياسكا، لانسيو، الثاورة، ورقلة، هذا مو جزائريين يا اخي. انا مانيش مغفلين اغبياء باش تعقب علينا. دايرين من الفار زعما بالكولير فار، انا جبنا لكم البيناسيونو من بعد معليش. واكاديمية الفار كيف قصتها؟ أكاديمية الفاف هما قلت ونعاود هما اللاعبين اللي راحين يمضيو في بارادو، وزيد لها لاعبين بارادو، تسمى منتخب وطني هذا، نحي البيناسيونو وش يولي؟ منتخب بارادو. كي نحيو التسع لاعبين تاع لي زيميغري ولا البيناسيونو وش يبقى؟ يبقى منتخب بارادو. إلا تحسب لي سطيف كامل فيها لاعب واحد، سامحني سطيف المسيطرة دير لي لاعب واحد، جياسكا لاعب، سيربي زوج، وين راحت؟ شف واحد هو راح البطولة، وراحوا اللاعبين الشباب بواهب جزائرية تسمى ماتوا، حاكمتهم الكورونا. الكورونا ما تقيسش بارادو برك. ما نكونوش أغبياء، ما نكونوش بلداء للدرجة هذه، ماناش مغفلين يا أخي. إذا لما سيرا يا سي زرتشي وجماعتك مولاك ديريكت، السياسة تاعكم هذه فاشلة، وما تغطيوش الشمس بالغربال تجيب لي تسعة تسكتني بتسعة. ما تسكتناش بتسعة، ماناش مغفلين وأغبياء يا أخي، باش تجيب تسعة وتسكت الناس. هاري جبت لكم البيناسيونو ما تفوتش وما تعقبش. التسعة جبتهم كي تنحيهم وش يقعد؟ تقعد لاماسيا بارادو. لو جيت تخدم الجزائر وعندك تحب مصلحة المنتخبات الوطنية وتحب بلادك وتحب الجزائر وما تحبش المصلحة نتاعك، كنت تجيب لاعب ولا زوج من لاماسيا. لأن لاماسيا علاش؟ أثبتت الفشل نتاعها. لاماسيا اثبتت العديد من المرات الفشل نتاعها. نجيب من سطيف، نجيب من الثورة، نجيب من وهران، نجيب من قسنطينة، نجيب من كل بقاع الوطن احسن المواهب، فقط يكونوا احسن المواهب. من بعدها كي نجيب لها لاعب ولا زوج ولا حتى ثلاث لاعبين من بارادو معليش نورمال مقبوله، نزيد ندعمها بشويه لاعبين من اوروبا مستوى عالي بيناسيونو يكونوا مستوى عالي، نبني منتخب. راني بنيت منتخب، نجيب 13 لاعب من البطوله المحليه يكونوا لاعبين مستوى عالي، لاعبين شباب عندهم الموهبه وعندهم مستوى وعندهم مستوى وعندهم امكانيات، نزيد ندعمها، نزيد ندعمها ب 10 ولا ب 10 لاعبين من اوروبا مستوى عالي، بنيت منتخب. اما باش تجيب لي تسعه صح نقولوا لي زيميغري والباقي كامل لاماسيا بارادو، هذه فاتت الجهويه ومصلحه. اذا ما تغطيوش الشمس بالغربال. حاجه اخرى ما ننساهاش، جمال بالماضي يعمل في دور كبير. جبل بالماضي في اتحادية زرشي عرفنا انه عنده ثلاث مناصب، منصب المدير الفني او المدرب، منصب المانجر، ومنصب رئيس الاتحادية. نعم هو رئيس الاتحادية. جبل بالماضي راح يسوي الوضعية نتاع اي نوري، وراح يحاول كيف يسوي الوضعية نتاعو بعد ما اقنع والديه وكل شيء ريقلوه كذا مفاهمة وتمت وخلاص. اي نوري لاعب اونجي اللي راح يكون عنده مستقبل زاهر باذن الله تعالى، اللي راح يكون ممكن جديد زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي نادي ريال مدريد اي نوري. ايضا جمال بالماضي راهو يستقدم في لاعبين، عايش حوس يجيب طوبا تاع اللي راح يلعب في بلجيكا، راح يجيب جوناتان شميد. يعني جمال بالماضي ماذا به يطلع المستوى، ما يهبطش المستوى من لا غالب، طاح في اتحاديه. هذه اتحاديه هاويه، اتحاديه لاماسيه. يعني تمنينا احنا جمال بالماضي يكون يخدم ويعمل مع اتحاديه محترفه، اتحاديه تفهم تعرف التسيير، اتحاديه ما عندهاش مصلحه خاصه، ما عندهاش نادي نتاعها تخدم عليه، ما تبيعش لي جوار نتاعها، اتحاديه تخدم الوطن، تخدم الجزائر فقط. نتمنى ان شاء الله عوده عنتر يحيى تكون سريعه وسريعه جدا، لان لاعبين للزوج كما بجمال بالماضي وعنتر يحيى يتفاهموا. وزيد جمال عفوا عنتر يحيى مسير قاري في التسيير ويعرف التسيير، وما عندوش نادي،
هذه الحاجه الايجابيه المليحه في عنتر. يعني ما عندوش نادي، عنده جزائر، يحب الجزائر ويحب مصلحه الجزائر. نتمناو يكون شباب الماضي يعمل مع اتحاديه محترفه، ماهيش اتحاديه لاماسيه واتحاديه بارادو اللي دات العديد من الصفعات واللي بينت باللي لاماسيه وبارادو هذه مجرد فقاعه، مجرد ضحك مسخير، لان ما شفنا ولا شيء منها، اقصاءات بالجمله. ما شفنا ولا نتيجه من نادي لاماسيه هذه، يعني كون جبت لنا كاس افريقيا والله وصلتنا حتى تاهلوا كاس افريقيا. كاس افريقيا ما تاهلولوش لاماسيه. اذا كفانا من استغباء الناس يا سي زرتشي، والتسعه اللي جبت من بيناسيونو ما مش عاد فوتها معنا الاغلب، ما تفوتوش علينا وما يفوتوش علينا، لان التسعه اللي جبتهم كون جبتهم بكري، وكون جبت اللي كي درت ليكيليبر بين ابناء الجزائر. ماهيش الجزائر ملك الا لبارادو، والحديث قياس. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.